يعني مساحة سطح الخزان، أوكي؟ إذا مساحة السطح 1.6 ضرب 1.8 كيلومتر، أوكي؟ اللي هو هذا إيش؟ هذا الريزرفوار أو الريزرفوار. يعني هاي من هون لهون هاي كم؟ 1.6 وهاي 1.8 جميل كيلومتر كلها بالكيلومتر. الآن هو بحكي لك طيب ثواني show that if the reservoir surface area is 1.6 by 1.8 its surface level will rise by nearly 2 meters as a result of the additional volume of water. طيب الآن احنا بدنا نحسب، يعني بمعنى آخر بدنا نحسب الفوليوم، اوكي بدنا نحسب هاي اللي طلعت معانا بالخيار اللي قبله اللي هي هاي، شايفها المتر المكعب اللي طلع معانا بالمطلوب اللي سابق رقم بي. بدنا نحسب كم باخذ حيز، كم باخذ حيز اوكي بالاريا هاي، يعني كم راح ياخذ ارتفاع من الاريا هاي. كيف بدنا نحسبه؟ يعني اللي بدنا اياه بمعنى اخر اللي بدنا اياه اللي هو هذا الدايمنشن الارتفاع هذا، صحيح؟ هذا هو الاشي المجهول. بالضبط، يعني هذا لازم يطلع معنا كم؟ 2. طيب كيف بدنا نحسبها؟ الفوليوم شو بيساوي؟ نعم تفضل. هو بيحكي لك اذا مساحه سطح التانك اذا مساحه سطح التانك 1.6 ضرب 1.8 كم راح يكون ارتفاع المي داخل هذا التانك؟ او بمعنى اخر بحكي لك اثبت انه ارتفاع المي داخل هذا التانك لازم يكون 2 متر، واضح؟ اوكي طيب الفوليوم اللي هو الحجم ايش بيساوي؟ طول في العرض في الارتفاع، صحيح؟ يعني 1.6 ضرب 1.8 معي مباراة؟ الو 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 سامعني؟ ثواني بس هيك لسه سامعني. طيب الفوليوم حكينا اللي هي V بتساوي 1.6 ضرب 1.8 ضرب ايش؟ الارتفاع، خلينا نرمز له اتش، اتش كبير، اوكي؟ جميل؟ طيب كم معانا الفوليوم؟ الفوليوم طلعناه بالمطلوب اللي قبله 5.7 ضرب 10 قوة 6 متر مكعب، اوكي؟ حكينا 5 5.7 ضرب 10 هو 6. طيب يعني اتش شو بتساوي؟ تساوي 5.7
سبعة ضرب عشرة قوة ستة على إيش؟ على 1.6 ضرب 1.8 أوكي؟ طب خلينا نحسب سير بالكيلومتر لازم نضربهم صحيح لازم نحولها بس انت مبدئيا احسب اوكي وهسه بنكتبها هي يعني هون لازم ضرب 10 قوة 6 كمان عارف من وين جبناها هاي ال 10 قوة 6 ايوه يعني عليك ممتاز جدا حصلتها يلا خذ راحتك هاي يعني تقريبا كم؟ اسمعي هيك اثبتنا ايش؟ اثبتنا اللي المطلوب منه اوكي؟ خلينا نمسح رسمته هذا عندك كله تمام طبعاً. طيب بزودها صح؟ هم بيحاولوا يعني ايش؟ بيحاولوا انهم بالضبط يعني انا بحب دائما ايش؟ اشرح القانون العام اللي بنحل عليه السؤال اوكي؟ وبعديها ابين كل متغير او كل مجهول عندي كيف راح اجيبه؟ هيك بيظل الطالب يعني كيف بدي احكي لك؟ بيظل رابط الفكره بالقانون العام اللي راح يحل السؤال كامل. فهمتني؟ جميل. طيب السؤال الثاني، نروح السؤال الثاني. جميل. بقول لك one constituent of crude oil is octane. اوكي؟ يعني في عندنا احد مركبات الكرود اويل احد مركبات النفط اللي هو ايش الاوكتان الاوكتان عباره عن ايش هيدرو كربون with 8 كربون اتومز اند 18 هيدروجين اتومز اوكي يعني C8H18 اوكي جميل مبارك كيفك بالكيمياء؟ اوكي يعني هسه اذا هاي المعادله مثلا اوكي هاي المعادله فاهم كيف يعني راح نتعامل معاها ولا ابلش يعني ابلش من ايرلي ستيجز خلص ما هو انا راح احاول كيف بدي احكي لك ما راح تكون كيمياء بس راح تكون عباره عن نسبه وتناسب جميل خلينا نبلش طب اقول لك ان كومبستشن شو يعني كومبستشن احتراق كومبستشن معناها احتراق ان كومبستشن
The carbon and the octane react with the oxygen to produce carbon dioxide. يعني الكربون من الأكتان اللي هو إيش؟ C8 راح يتفاعل مع الأكسجين عشان يعطينا CO2. هذا كل الحكي ما بيهمك لحد الآن. The relative atoms mass, okay, the relative atomic mass of C, H and O 12, 1 and 6 respectively. هاي المعلومة بتهمك كثير. اوكي هاي المعلومة ركز فيها. بحكي لك السي الاتوميك ماس اللي هي الكتلة الذرية لها للسي بتساوي 12، والاتش الكتلة الذرية لها ايش بتساوي؟ 1، والاو بتساوي 16. جميل. Calculate the mass of CO2 that will produce that will be produced by the combustion of 1 kilogram. هاي أهم معلومة عندي. 1 kilogram. Okay. Of octane. The chemical equation of the combustion is 2C8H18 plus 25O2 equals 16 CO2 plus 18.